بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لله تعالى في خلقه سنن لا تتبدل ولا تتغير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا مثل سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله عز وجل لا تبدل ولا تغير، ولا يستطيع أحد أن يحولها. هذه السنن تجري وفق عدل الله وحكمته سبحانه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، أي لكلماته الكونية ولكلماته الشرعية، لا مبدل لكلمات الله الكونية
ولا مبدل لكلمات الله الشرعية، وإن سعى المبطلون إلى إبدال كلمات الله الشرعية فإنها لا تبدل ولا تغير، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وكتاب الله تعالى كذلك محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنن الله عز وجل لها خصائص، من خصائصها العموم والشمول، فسنة الله في عباده واحدة لا تحابي أحدا، ليس بين الله وبين عباده نسب، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن غير غير به. سنة لا تحابي أحدا مهما كان اسمه ومهما كانت بلده، لا تحابي أحدا، من غير غير به. هذه من خصائص سنن الله العموم والشمول. وكذا من خصائص سنن الله سبحانه وتعالى أنها عادلة ووفق الحكمة النافذة، فربنا عز وجل تنزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. أيوة، أين فالله عز وجل نسبة الظلم إليه؟ فالظلام هنا ليست صيغة مبالغة وإنما صيغة نسبة، فالله عز وجل نفى نسبة الظلم إلى نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. وسنن الله تعالى كثيرة في خلقه، نأخذ منها ما نحتاجه في هذه الأيام وفي الأحداث الجارية التي تمر بنا. من سنة الله عز وجل أن صلاح البلاد والعباد لا يكون إلا بصلاح عقائدهم وأعمالهم، وأن فساد البلاد والعباد لا يكون إلا بفساد عقائدهم وأعمالهم. هذه السنن لا تحابي أحدا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك مرتبطة بالإعراض عن ذكر الله وطاعته ودينه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أبو العالي رحمه الله: من عصى الله فقد أفسد في الأرض، فإن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بالذنوب بالمعاصي يظهر وينتشر ويفشو الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس،
هناك نتائج مبنية على أسبابها، فالطاعة نتائجها العز والرخاء والعيشة الهنية بجميع أحوالها، وأما المعصية فعقوباتها مدمرة، عياذا بالله تعالى، فساد البر والبحر بالمعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ذلك فإنه يسعى إلى إصلاح نفسه وإلى إصلاح غيره. ومن سنن الله المرتبطة بذلك أن العذاب إذا نزل لا ينجو إلا المصلحون. ومن سنن الله في ذلك أن الله لا يهلك قرية وأهلها مصلحون. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. قالوا: وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم المصلحون الذين يسعون في الأرض بالصلاح، يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم. وأعظم ما يقدم في الإصلاح هو إصلاح الدين، إصلاح الدين، إصلاح دين الناس، لأن صلاح الدين صلاح الدنيا. فإن من أصلح دينه انتقل إلى قلبه الرحمة والشفقة مكان القسوة والشدة، وصار يراقب الله عز وجل في قوله وعمله، بل ويراقب الله عز وجل في سريرته، فعند ذلك يحدث التمدن والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وكل ما يحبه الناس ويرضاه، لأن الناس يرحم بعضهم بعضا، ولأن الناس يبتعدون عن المعاصي التي هي سبب العقوبات وسبب التغيير للاقتصاد والاجتماع وغير ذلك مما نراه أمام أعيننا. فهذا أول ما ينصلح به الناس. فإذا مكن الله لعبد وصار مسؤولا عن الناس، فإن أول ما ينبغي أن يهتم به هو صلاح دينهم وليس صلاح دنياهم. بعيدا عن دينهم، إنما صلاح دينهم الذي يؤدي إلى صلاح دنياهم. ولا يمكن لعبد أن يكون في طاعة الله صالحا مصلحا وأن يخذله الله أو يخزيه الله، وإنما يكون الله عز وجل معه. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظروا، إنها ذكرت من خصائله الكريمة، ذكرت من إصلاحه صلوات الله وسلامه عليه، من إصلاحه في الأرض، من سعيه في خدمة الناس، جميل شمائله صلوات الله وسلامه عليه. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. صلوات الله وسلامه عليه،
فلا يمكن أبدا أن يخزي الله عز وجل عبدا يسعى في طاعته، ولا أنه يريد أن يعبد الناس لله رب العالمين، أنه يحبب الناس في الله ويحبب الله إلى الناس، لا يمكن أن يخزيه الله أبدا. فيقام الدين في الأرض، يصبح دين الناس تصلح به دنياهم، بل إقامة الحدود التي هي عقوبات للعصاة الذين يفسدون في الأرض ويريدون أن يخرقوا السفينة، إنها لأمان للسفينة، إنها لأمان من نزول العقوبات. أما إذا لم تطبق ولم تفعل فإن هذه العقوبات تتحول إلى المجتمع. حد يعمل به في الأرض خير من مطر 40 ليلة في أرض الله، كان في بلاد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. انظر لعدم التفرقة في إقامة الحدود، هلكوا. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا بد على المسلمين وعلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أن يكونوا بهذه الصفة، قوم مصلحون، يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم، يسعون في الأرض بالإصلاح لا بالفساد. وهناك قوم منافقون يزعمون الإصلاح وهم مفسدون، كما قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في الأرض بالمعصية، قالوا: إنما نحن مصلحون. فيقول الله عز وجل ردا عليهم زعمهم: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. يسعون في الأرض بالعصيان، يأمرون بالمنكر وينشرون الفحشاء وينهون عن المعروف ويضادون دين الله، ثم يزعمون أنهم مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما العبد المؤمن شعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يسعى في الأرض، يصبر على ما أصابه وما يجده من لهواء ومن إعراض ومن سب أو غيره، يصبر على كل ذلك وهو صالح مصلح يدعو إلى الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه سنن لا تبدل ولا تتغير، ولا يستطيع أحد أن يحولها. ومن سنن الله عز وجل أن من غير يغير به. انتبه عبد الله، إذا أعطاك الله نعمة من صحة أو مال أو ولد أو زوجة أو علم أو دعوة أو غير ذلك من أنواع النعم، احذر أن تغير، احذر أن لا تشكر النعمة، احذر أن لا تستخدمها في طاعة الله، فالنتيجة قريبة، النتيجة يراها أهل العلم. فليس البأس ينزل فجأة فيقول الناس، فوجئ الناس، لا، إنما هناك مقدمات، هناك أسباب، هذه المقدمات تؤدي النتائج.
السقوط سيكون قريبا، البأس سيكون قريبا، لأن هناك أسباب. هذه الأسباب ربط الله عز وجل نتائجها بها، وهي من سنن الله عز وجل، فإنه سيغير بك كما قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويقول الله فكذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا تبدل الحال من عز إلى ذل، ومن مكانة إلى مهانة، ومن تمكين إلى استضعاف، إلا إذا حدث تغيير من النفس، فعند ذلك لا بد من التغيير. سنن لا تحابي أحدا. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية قال عنها أهل العلم: إنها مكة. انظر، مكة، إنها مكة، أشرف بلاد الله، أحب البقاع إلى الله، هذه القرية هي مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا سهلا هنيئا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي أهل مكة المشركون الذين كفروا بالإسلام وكفروا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لم يمنعهم شرف البلد من نزول العقوبة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل بقوا هنا سببية لما كانوا يصنعون؟ حل الخوف مكان الأمن، حل الجوع مكان الرغد، بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. سنن لا تحابي أحدا، سنن لا تعرف المحاباة. سنة الله في عباده واحدة. إذن فلا تقل أنا فلان، ولا أنا الشيخ فلان، ولا أنا الجماعة الفلانية التي أدعو إلى الله، ولا أنني ملتزم بدين هؤلاء يعصون. لا، سنن الله لا تحابي أحدا. إن غيرت غير بك، إن غيرت غير بك. هذه سنن، سنن لا بد من التعرف عليها حتى تستطيع أن تقرأ الواقع جيدا. ومن سنن الله تعالى أنه ما من ظالم إلا وسيبلى بظالم، وأن الناس إذا ظلموا أنفسهم سلط الله عليهم الظالم. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن رأيت حاكما ظالما ولاه الله على قوم فاعلم أنهم ظالمون، وأن هذا من أعمالهم الظالمة، لأن الله عز وجل يقول ذلك: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وبسبب فسقهم يستخفهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا
قوما فاسقين بسبب فسقهم بسبب خروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه: أعمالكم عمالكم هنا بمعنى حكامكم، فمن كان من الناس صالحا ولى الله عليه الصالح، ولى الله عز وجل عليهم العادل، وولى عليهم من يقيم فيهم دينا. وأما إن كانوا ظالمين لأنفسهم بأنواع الذنوب والمعاصي فإنه لابد في سنة الله التي لا تحاب أحدا أن يولى عليهم الظالم ينتقم الله به منهم لأنهم ظالمون. والله عز وجل لا يحب الظلم ولا الظالمين، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا إن عاقبهم فبسبب منهم فبسبب ذنوبهم. وربنا عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسبحان الله، إذا أراد الله عز وجل بقوم عقوبة أو بإنسان عقوبة فإنه يعمي قلبه فلا يعتبر ولا ينظر ولا يعتبر ولا يتعظ بمصارع الظالمين، إنما يعمي الله عز وجل قلبه. بل إن رأى نعمة يقول: لأن الله راض عني، لأن الله راض عني لذلك أعطاني هذه النعم، لا أنه يحاسب نفسه وينظر ويقول: من أين أتيت؟ لا، إنما هو في عمى عياذا بالله تعالى. فيملي له الله عز وجل حتى إذا أخذ لم يفلت. والله ثم والله نرى بأعيننا ونرى كل يوم هذه السنة، والله كل يوم نرى هذه السنة، لكن من يعتبر بمصارع الظالمين؟ انظر لمن يظلم الناس في أموالهم، تتبع واسمع ترى من العجب العجاب، وانظر لمن يؤذي الناس بلسانه كيف يعاقبه ربه، وانظر لمن يظلم أن يسفك دماء الناس ظلما سيسفك الله دمه. هذا الجزاء من جنس العمل، من يسفك دماء الناس ظلما سيسفك الله دمه وسيجعله الله عبرة. لكن من يعتبر؟ لا يعتبر إلا أولو الألباب، أهل الإيمان والعقول الصحيحة السليمة، هؤلاء هم من يعتبرون بمصارع الظالمين. الطغاة الذين طغوا في الأرض وأفسدوا فيها وبغوا وتجبروا، انظر إلى مصارعهم، والله لا يبقون في مناصبهم سنين عديدة، إنما يبقون في مناصبهم سنين ويملي الله لهم ثم يأخذهم من حيث لا يدري الناس، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. لذلك العبد المؤمن يحذر الظلم على نفسه. عندما نتكلم عن الظلم لا نقول ظلم المسؤولين فقط، إنما ظلم الناس بعضهم لبعض. قد تكون أنت ظالما لزوجك لولدك في معاملاتك مع الناس، فعياذا بالله ما
من له طاقة على جزاء الظلم؟ من له طاقة على أن يقوم مظلوم في جوف الليل يدعو عليه وعين الله لا تنام؟ من له طاقة على ذلك؟ فالعبد المؤمن يبيت مظلوما ولا يبيت ظالما، عند الفتنة يكون مقتولا ولا يكون قاتلا، لينجو عند ربه سبحانه وتعالى. لذلك الذي نراه أمام أعيننا من ظلم ومن استخفاف للدم ومن سفك للدم بغير حق، هذا ومن ارتكاب للذنوب والمعاصي ومحاربة لدين الله عز وجل ومحاربة لشرعه، هذا كله أسباب له نتائجه. هذه الأسباب لن تؤدي بالبلاد أبدا إلى الاستقرار، هذه أسباب لا يمكن أن تؤدي بالبلاد إلى رخاء اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك. أسباب لها نتائجها، من عالما تعرف على سنن الله عز وجل عارف ما سيقع وما سيكون. ولا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا بالرجوع إلى الله وإصلاح ما بيننا وبين الله ونشر العدل وإقامة الدين في المجتمع. لذلك ينصلح الحال. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من سنن الله تعالى في خلقه أن العاقبة للمتقين، وأن التمكين لهذا الدين، وأن هذا الدين ظاهر ومنصور، سنة سنها الله، سنة كونية تجري كما تجري هذه الكواكب، قدر مقدر ووعد صادق أن هذا الدين ظاهر، أن هذا الدين منصور، وأن العاقبة للمتقين. هذا قدر مقدر، هذه سنة كونية قدرها ربنا عز وجل وسنها، تجري كما تجري هذه الكواكب التي نراها أمام أعيننا في سياق متسق منتظم. هذا الدين منصور، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول الله عز وجل عن موسى وهو يعظ قومه، قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه محاولات مستميتة التي يبذلها أعداء الله عز وجل منذ أن نور الله الأرض بالإسلام وبرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، أين
عاما ما ذهب، إن شانئك هو الأبدر. هؤلاء مثلهم كمثل الذي ينفخ في نور الشمس يريد أن يطفئها، يريدون أن يطفئوا نور الله، نور الله بأفواههم، ويأبى الله، تأكيد للأول، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا تأكيد للأول، تأكيد لقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله سيتم، نور الله سبحانه سينير للأرض، دين الله ظاهر ومنصور. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله، إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وعود، وعود صادقة، إنها من سنن الله عز وجل. لكن هذا الوعد مشروط بشروط، وهذا الوعد مرجعه إلى الله ينفذه متى شاء إذا وجدت الشروط. هذه الشروط، يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية ذكر الله شرطا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا هو الشرط، الإيمان والعمل الصالح. يقول سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه شرائط، شرائط التمكين، هذه شرائط، شرائط التمكين. والله يمكن لمن يشاء من عباده. علينا أن نسعى إلى تمكين دين الله في الأرض، ولكن ليس التمكين إلينا، إنما نحن سبب نسعى، أما النتيجة التمكين مرجعه إلى الله. لذلك أهم شيء أنك تسير في طريق الله، في سبيل الله، بطاعة الله، لا تنحرف يمينا ولا شمالا، لا تنحرف بدعوتك يمينا ولا شمالا، لا تعصي ربك عز وجل وتقول لتمكين الدين. لا، التمكين لا يكون بالمعصية، التمكين لا يكون بالكذب والغيبة والنفاق والغدر والغش وسفك الدم وغير ذلك، إنما التمكين بالإيمان والعمل الصالح فقط. الله هو الذي يمكن لمن يشاء من عباده، ولست أنت الذي تمكن لنفسك، إنما يمكن الله لمن يشاء من عباده. لذلك عليك أن تسير في طريق، في طريق الله. المهم أن تعيش في سبيل الله وأن تموت على الإسلام. أما متى يمكن لهذا الدين؟ الله أعلم. يمكن لمن؟ الله أعلم. المهم أن نوجد الشروط، أن نصلح أنفسنا وأن نصلح من حولنا، فإن الله عز وجل لا بد وأن يغير بنا. وإذا كان هذا من سنن الله، فإن العبد يدعو إلى ربه ويسعى في طريقه، وكله عز بربه وبدينه وبطاعة الرب عز وجل، وكله أمن وتوكل وثقة به وحسن ظن به وحسن تفويض للأمور إليه في نصرة هذا الدين. المؤمن لا يعرف الخبر ولا الضعف ولا القعود ولا التكاسل ولا اليأس، إنما هو أمله في الله سبحانه وتعالى.
لذلك من السنن المرتبطة، لذلك سنة الصراع بين الحق والباطل، سنة الصراع بين الحق والباطل سنة لا تخلو منها أرض، لا تخطو طالما أنك على الأرض. اعلم أن هناك حقا وهناك باطلا، وأن هناك تدافع وصراع بين الحق والباطل. لا بد أن تعلم هذا، لا بد أن يكون لك شياطين من الإنس، لا بد أن يكون هناك منافقون، لا بد أن يكون هناك من يصد عن سبيل الله، لا بد أن يكون من يقعد في طريق الله، ولا بد أن يكون هناك أهل حق أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولذلك من سنن الله أيضا أن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، تمرض يصيبها المرض أحيانا بسبب منهم بذنوب معاصيهم، لكنها لا تموت، لا تستأصل، لا تبات، وإنما هذه الأمة باقية إلى نزول المسيح عيسى ابن مريم، إلى الريح الطيبة اللينة التي تقبض نفس كل مسلم. هذه الأمة باقية بفضل الله آخر الأمم وأفضل الأمم، ولكن كل واحد منا مبتلى وممتحن، لينظر الله عز وجل ماذا نعمل، ماذا نعمل يا عباد الله. كل يبرق ساحته أمام ربه، كل يؤدي ما عليه، كل يؤدي ما عليه، فإنك ممتحن ومختبر، وستسأل عن هذا الدين. ماذا جعلت من أجل، ماذا عملت من أجله، وماذا قدمت في نصرته؟ هذا كل منا مطالب، لكن أبشروا وأملوا في وعد الله الصادق، وخذوا بالأسباب وأقيموا الشروط التي شرطها الله للتمكين، احذروا الذنوب والمعاصي، احذروا أن تغيروا فيغير بكم. نسأل الله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزور. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا وارضنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشفخ عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.